الناحيه اليسرى كاكا يسرى. شوف 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 ما يكون كيف يسمح اللي حامل الكره ان يوزع الكره ولا يتسلل. لا الحكم ما قدر يشير. روبينيو هدف ضد مرمى من اندروس بعد التوغل والانطلاقه السريعه جدا من كاكا يمرر ناحيه مايكون بدور لروبينيو الذي يوزع ويسدد وعوده من كيت اندريس وسط ميدان نادي بلاك بيرد. ذلك كاكا روبينيو جرافيتي يلعب اللقطه من جرافيتي ناحيه روبينيو والهدف اجمل من جرافيتي. هذا اللاعب اللي يلعب مباراته الاولى مهاجم نادي بوفكون اللاعب السابق من نادي لومون وتأكيد آخر من روبينيو على